لا يوجد من ارحب بكم في هذا اليوم ضمن فعاليه الدوره الثالثه من مدرسه المهندس المعماريه، وانني من خريج هذه الدوره الرابعه وتجدون في الخطاب التاريخي لصاحب الجامعه المفروض له الملك حسن الثاني الله ظهره الموجه للمهندسين المعماريين بتاريخ 14 يناير 1980، واعلم لكم عن نماذج كثيره للمشاركه الفاعله والمساهمه الايجابيه لمختلف المؤسسات والهيئات والفعاليات في انجاح هذه التظاهرة الهامة التي تنظم إحدى رعاية السلام لصاحب الجائحة الملك محمد السادس نصره الله مؤيده، متمنيا أن تكلل فعاليات ونشاط هذا اليوم المخطط على مستوى إقليم عريش تحت شعار العرائش المعمار بين صوت الذاكرة وريادة الغد بالنجاح والتوفيق، وأن تتوج أشغاله بالخروج بتوصيات عملية من شأن تفعيلها أن يساهم في رقي المشهد المعماري والهندسي والعقاري لبنيان العرائش. حضرات السيدات والسادة، لا تخفى عليكم القيمة المعمارية لمدينة العرايش والاعتبار الاجتماعي والاقتصادي والمدينة والحضارية، وهو ما يعكسه ترابها العمراني والمعماري، حيث يشكل المولود المعماري لمدينة العرايش بوسعه المجالي واشتغاله الوظيفي وحمولته التاريخية والروحية والصوص الاقتصادية وبعده الثقافي والطابع والمجالي والفني ترابا قيما تعكسه النصوص في المدينة العتيقة المغلى في عمق التاريخ، كما لا يخفى الدور الذي تطلع به المهندسين المعماريين في عمليه تخطيط وتدبير حضريين وجهودها الممدوده للمساهمه في وضع اطار مرجعي لتحقيق التنميه المستدامه بالمدن المغربيه مع مراعاه التوفيق بين قيم محدده والتنوع وضروره تكوين الهويات والخصوصيات الجهويه والمحليه للمجالات الترابيه. ان هذا التراث المعماري يفرض على كل المشتغلين المعنيين والمهتمين بمجالات الهندسه المعماريه والتعمير والعمران مسؤوليه، وكذا تقوية التنسيق بين كافه المدخرين من اجل العمل المشترك على صيانه هذا النسيج المعماري والعمل على تثبيته والاعتبار اليه بالموازاه مع التعامل معه وفق مقررات مبتكره من اجل جعله جزءا لا يتجزا من مصارف التنميه المستدامه للمدينه من خلال ايجاد سياق عمل لتعزيز العلاقه الوظيفيه بين المدينه العتيقه والنسيج الجديد لمدينه العرايش بشكل سلس يضمن التكامل بين هذين النسيجين العمرانيين وفقا مقرر وتراعي الخصوصيات المتميزه للمدينه ولنسيجها العمراني والاجتماعي والثقافي. وفي نفس السياق فان نشير الى ان التراث المعماري لمدينه العريش يمكن ان يكون مدخل لاستراتيجيه سياحيه ثقافيه قائمه بلدها المغرب، ويمكن ان يوفر فرص شغل كثير لابناء المنطقه ويشكل مدخل للتنميه المستدامه إذا لم تم التعاطي مع هذا التراث وفق مقاربة شمولية تستحضر كافة الأفعال الثقافية والمعمارية والسياحية والوظيفية والتنموية، وهو ما يستدعي تضافر الجهودات والفاعلين مع التراث الأبدي الذي تتوفر عليه مدينة العريش واستثماره على أفضل صورة ممكنة. وفقا نضع جميعا فيما نسعى إليه